فاز ديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية السبت حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية، متعهدا أن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين ومطالبا الولايات المتحدة بالوحدة، وذلك في انتصار يأتي بعدما انتزع ولايات حاسمة عدة من خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب الذي سارع للتحذير من فوز مزيف. ويشكل انتصار بايدن منعطفا تاريخيا للولايات المتحدة والعالم بعد 4 سنوات من ولاية رئاسية حافلة بالصراعات السياسية والتوتر. وبعد 4 أيام من الترقب أعلن فوز المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات 284 من كبار الناخبين مقابل 214 لترامب، وهو أعلى من الحد المطلوب للفوز بالرئاسة بفضل أصوات ولاية بنسلفانيا، ليصبح بذلك الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. ولأول مرة في تاريخها انتخبت الولايات المتحدة امرأة لنيابة الرئاسة هي كامالا هاريس البالغة من العمر 56 عاما، والتي ستكون كذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب. وسارع ترامب إلى تحذير بايدن من فوز مزيف قائلا إن الأخير يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف على أنه الرابح في الانتخابات. وقبل إعلان التوقعات الإعلامية بفوز بايدن غادر ترامب البيت الأبيض للمرة الأولى منذ اليوم الانتخابي متوجها إلى نادي الجولف الذي يملكه في ضواحي فيرجينيا. ولم يعترف ترامب في الوقت الحاضر بهزيمته، ولا يعرف ما إذا كان يعتزم الاستمرار في نقد النتائج والادعاء بحصول عمليات تزوير لم يقدم حتى الآن أي دليل عليها، في حين بدأ معسكره متقبلا لفوز بايدن بولاية من 4 سنوات، وسيكون أول رئيس أمريكي لولاية واحدة منذ الجمهوري جورج بوش الأب عام 1992. ومهما كان موقف ترامب فإن الدستور ينص على انتقال السلطة في 20 من كانون الثاني المقبل، وقبل حلول هذا الموعد يتحتم على الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد نتائجها على أن يجتمع كبار الناخبين 538 في كانون الأول لتعيين الرئيس رسمياً.